في وقت سعت فيه شركات كبرى مثل سامسونج وهواوي إلى إبراز ابتكاراتها في مجال الهواتف القابلة للطي، كان لشركة LG رأي آخر، فالشركة الكورية الجنوبية تخلت عن إطلاق هاتف مماثل على اعتبار أن الوقت ليس مناسباً بعد، واعتمدت مفهوماً مغايراً. في مقابل الهواتف القابلة للطي ابتكرت شركة LG ما يسمى بالشاشة الثنائية، فبمجرد وضع هاتف LG V50 ThinQ في هذا الغطاء سيصبح بإمكان المستخدم أن يعمل على شاشتين في الوقت نفسه وعبر مجموعة من التطبيقات التي تدعم هذه التقنية. الشاشة الثانية من نوع OLED ويبلغ حجمها 6.2 بوصتين، ويمكن استخدامها في الكثير من التطبيقات بدءا من التصوير حتى ألعاب الفيديو، بحيث تتحول إلى يد للتحكم. واللافت أن الغطاء قابل للتحرك حتى 360 درجة، لكن يؤخذ عليه أنه يرفع وزن الهاتف بشكل ملحوظ، وأن الشاشة الثانية أقل دقة من الأساسية. أما سعر الشاشة الثنائية من LG فلا يزال سراً، لكن المؤكد أنه سيكون أقل بمئات الدولارات من الهواتف القابلة للطي. محمد عنتر، سكاي نيوز عربية، برشلونة.